صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون قول الله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مفسر لقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي أن المجرمين لا يحتاجون السؤال عنهم بسبب وجود علامة عليهم؟ نعم، هذا من المعاني، هذا من معاني الآية. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعرفون بزرقة ويعرفون بسيماهم من سواد الوجوه وزرقة العيون والعياذ بالله. نعم.